اعتقدت أنني عندما أكون في الأربعين من عمري فقط حينها أعرف تماما ما أريد أن أفعل بالضبط، ولم أفكر أبدا في حياتي أنني سأكون رجل أعمال، ولم أفكر مطلقا في أنني سأصبح مدرسا، فأصبحت مدرس وأصبحت مقاول، ولم أفكر في ذلك مطلقا. وتم رفضي من كل شيء آخر، رغبت أن أصبح شرطي، تم رفضي، أردت أن أصبح نادلا في كنتاكي، وتم رفضي كذلك، لأن معظم أحلامك لا تجري كما تريد، لا تحاول أن تكون الأفضل، ولكن كن الأول، كن أول من يتغير، وأول من يقبل التحديات، كن أول من يتجاوز الصعوبات. هنالك بطل أولمبي واحد فقط، قد لا أكون ذلك البطل، ولكن سأجرب أي شيء جديد. كل شخص فريد من نوعه، وهذا هو مفتاح كل نجاح. هذا العالم اليوم مليء بالتحديات والفرص. ألفي سنة الماضية مليئة بالفرص، وأنا متأكد أن ألفي سنة القادمة ستكون مليئة بالفرص كذلك. شباب اليوم يشتكون من قلة الفرص. أنا أيضا اشتكيت كثيرا في شبابي. اعتقدت أن بيل غيتس وستيف جوبز أخذوا كل الفرص في العالم ولم يتركوا شيئا لنا، ولكن أعتقد أن الفرص تكمن دائما في التحديات. إذا تمكنت من حل المشاكل والتحديات الكبيرة التي تواجهك، فلديك فرصة كبيرة في النجاح. أعتقد أن الحياة مغامرة. أتيت إلى هذا العالم للاستمتاع بالحياة، لتكون سعيدا وصحيا، لأنك إن لم تكن بصحة جيدة لن تكون سعيد، وهذا في اعتقادي ما يبحث عنه الجميع. وأعتقد أن في 30 عاما المقبلة سيتغير علم الحياة كثيرا بسبب التكنولوجيا، وسيعيش الإنسان طويلا. وإن لم تكن صحيا فما الفائدة في ذلك؟ إن أعجبك الفيديو اشترك بالقناة.